بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي أينما كنتم، فيديو جديد مهم جدا جدا لمن هو مهتم بعلم التأويل أو يريد معرفة رؤية شغلت باله وحيرته كثيرا. أنا دائما أتيكم بالجديد إخواني الكرام، وأريد لكم خيرا إن شاء الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر ولا تنفر، أو بشر ولا تنفر. إن شاء الله سأتحدث لكم عن شيء أو سر مهم جدا في رؤيا الخضر والغلال، يعني إذا اجتمعت مع بعضها في المنام. هناك أنواع معينة إذا رأيتها في نفس المنام فاعلم إن شاء الله إن شاء الله أنك ستنال رزقا لا تخاف بعده فقرا، يعني رزق يرافقك لآخر يوم في حياتك في هذه الدنيا. تقول لي أنت كيف؟ أقول لك أنا الجواب موجود في كتاب الله، في القرآن الكريم. يقول الله مثلا: والتين والزيتون وطور سينين، مثلا كانت له جنتان من نخيل وأعناب، مثلا نخيل وأعناب، عنب وتمر، مثلا نخل ورمان. إذا اجتمع مثلا موز مع نبق نستمدها هكذا ونستنبطها هكذا. إخواني الكرام تقول لي أنت أعطيني حجة، أقول لك اقرأ سورة الواقع، اقرأ سورة الكهف، اقرأ كذا اقرأ كذا، ستعرف ماذا أعد الله. هو أفضلها الغلال إذا يعني أتتك كهدية، أو أتتك يعني على طبق ومدت إليك، يعني أنواع وأشكال تفاح، موز، أناناس، غيره من الغلال هكذا تأتيك هدية، أو تأتيك في مجلس أو شيء في المنام، فاعلم أنك إن شاء الله ستحقق مالا طائل ورزق كبير جدا. لكن الرؤى التي تدل وتؤكد أن رزقك هذا لا ينفذ إلا بالأجل بإذن الله تعالى، هي إذا ارتبطت اثنين مع بعضها وذكرت في القرآن في سورة معينة، مثلا تين وزيتون. ترى نفسك مثلا حتى تشرب زيت زيتون، أو أنك عندك قارورة من زيت الزيتون وترى في يدك تين مثلا حتى ولو كان موجفا، مثلا ترى عنب مع تمر، مثلا ترى موز مع نبق كما قلت لكم إخواني الكرام، نخلة مثلا تمر مع رمان أحمر، فهذا رزق إن شاء الله لا ينفذ أبدا بإذن الله. أتمنى إخواني الكرام أن أكون قد أفدتكم. البثوث أنا قاطع هذه الفترة لأن عندي شوية ظروف يعني صعبة شوي، مررت بفترة حرجة جدا 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 لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أتمنى أن نعود من جديد إن شاء الله للعمل في القنوات الاثنين، وإن شاء الله خير بإذن الله، إن شاء الله كله خير بإذن الله الواحد الأحد.